الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإمام للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أعزائي الطلاب في كل مكان، أهلا بكم ومرحبا. نعيش الآن مع الوحدة الثانية من وحدات دروس المذاهب الفكرية المعاصرة. هذه الوحدة سنتناول فيها موضوعا جد خطير، وهو من الأهمية بمكان في ميدان الصراع الفكري بين المسلمين وبين أعدائهم. إن هذه الوحدة تتناول صورة من صور الغزو الثقافي، أو إن شئت فقل زيا جديدا يلبسه أرباب المذاهب الفكرية المعاصرة في بيئاتنا، ويريدون أن يلبسها كل مسلم على حساب دينه وعقيدته وشريعته. إنها فكرة العلمانية، والعلمانية نحتاج في إبرازها إلى بيان معناها ومفهومها ومضمونها وأسسها وكذلك نشأتها إلى غير ذلك من نقاط سنعرفها في حينها. والآن عزيزي الطالب، المذاهب الفكرية تتزي بزي العلمانية، أو إن شئت من أزيائها العلمانية. ما المقصود بالعلمانية؟ العلمانية هي وباء عصرنا الحديث، وهي مسألة تحتاج إلى دربة وإلى وعي أن يقف أبناؤنا على مخاطرها وعلى سبلها وعلى وسائلها وعلى أهدافها. فالعلمانية هي وباء العصر، إلى درجة أننا نستطيع وبيقين أن نسمي العصر الذي نعيش فيه عصر العلمانية. لماذا؟ لأنها قد طغت واقتحمت علينا كل شيء، وهي من أخطر صور المذاهب الفكرية التي وجهتها أوروبا إلى عالمنا الإسلامي. وفي هذه الوحدة سنتعرف على دروس عديدة، هذه الدروس ستظهر لنا في نهايتها حقيقة العلمانية. أما عن الدرس الأول من هذه الوحدة، فإنما يتعلق بتعريف العلمانية وإبراز أسسها، وذلك في عنصرين أساسين. العنصر الأول الذي سنعيش فيه إنما هو عنصر التعريف للعلمانية لغة واصطلاحا. العنصر الثاني سنتعرف على الأسس التي تقوم عليها العلمانية. أما عن الأساس الأول الذي نقصد إليه، وهو تعريف العلمانية في اللغة، فإن لفظة العلمانية إنما هي مشتقة من العالم بفتح العين، وهي بذلك، أي كلمة العلمانية هي بذلك نسبة إلى العالم الدنيوي، بمعنى أنها فكرة تحوط العالم كله، وتؤمن بها ربوع المعمورة، ويريدون نشرها في كل مكان في العالم. كهذه كلمة العلمانية، وهي تعني الاهتمام بالجانب المادي على حساب الجانب الأخروي. أما عن ما يراه البعض الآخر في كلمة العلمانية، فبعض الآراء وبعض التحليلات وبعض التعريفات تربط العلمانية بكسر العين نسبة إلى العلم، يعني يريد هذا الفكرة أن ينسب الأشياء كلها إلى العلم المادي، أو أن يؤمن فقط بالعلم المادي على حساب العلم الأخروي. بمعنى آخر، يريد رجال الكنيسة أن يقاوموا العلم ويهدروا ما تقرره عقول النابهين النابضين في المجتمع الأوروبي الذي كانت الكنيسة قد سيطرت عليه تماما، وكانوا يقومون بحرق المؤلفات وحرق العلماء على حد سواء. ولكننا نستطيع من خلال عرضنا لكلمة العلمانية بفتح العين أو العلمانية بكسر العين أن نؤكد على أن العلمانية من حيث اللغة هي عبارة عن اتجاه أو مذهب لا علاقة لها بالدين. هذه الفكرة لا علاقة لها بالدين. العلمانية تقصد إذن إلى طمس هوية الدين وإنكار مقررات التوحيد ورفض التوحيد تماما، وهي تعنى باهتمام الإنسان بالجانب المادي على حساب الإيمان بالروحانيات، ومنها الإيمان بالله والملائكة والكتب إلى غير ذلك. أما عن العلمانية من حيث التعريف الاصطلاحي، فهي من خلال مقررات هذا المصطلح تيار فكري نصراني غربي. انظر عزيزي الطالب إلى هذه التعريف، إلى هذه النقاط، أو إن شئت فقل هذه القيود في التعريف. القيد الأول يشير أنها تيار، يعني اتجاه،
وأنها تيار فكري، أي ليس لها علاقة بالنص وليس لها علاقة بالوحي. نصراني أي أن رجال الكنيسة إما أنهم كانوا سببا في نشأتها، أو أنهم كانوا أحد مقوماتها. وأيضا ما تقصد إليه كلمة نصراني أنها كانت في مواجهة الكنيسة، وذلك في نشأتها كما سنعرف. غربي أي إشارة إلى أنها نشأت في المجتمع الأوروبي. إذن العلمانية تيار فكري نصراني نشأ في أوروبا، وهذا التعريف أو هذه العلمانية تقوم على ماذا؟ على أن الدين أي دين لا علاقة له بشؤون الحياة، وأن الحياة التي يعيشها الناس بكافة أطيافها وبكافة صورها وأشكالها لا علاقة لها بالدين مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. بل تريد العلمانية أن تقول إن أي إنسان حر في أن يدين بأي دين، شريطة أن يجعل دينه حبيسا داخل نفسه. انظر إلى هذا الشرط، إنها تفصل الدين عن واقع الحياة، فلا يظهر للدين أثر على حياة المسلم أو على حياة الإنسان أيا كان دينه وأيا كان تدينه في كل ربوع الدنيا كلها. فالعلمانية إذن تعمل على طمس هوية الأديان وهوية أو طمس التشريعات الربانية وإحلال الأفكار البشرية موضعها. هذا ما تقول إليه الكلمة وما تشير إليه الكلمة من حيث الاصطلاح العلمانية. إذا كانت العلمانية بهذه المثابة، فما الأسس التي قامت عليها؟ وهذا هو العنصر الثاني من عناصر الدرس. الأساس الأول، تريد العلمانية أن تقيم حاجزا بين عالمي الروح وعالم البدن، وإقامة الحياة على أساس مادي. هذه نقاط ثلاثة في نقطة واحدة. انظر، إقامة الحاجز بين عالمي الروح وعالم المادة. الإسلام كما نعلم أعزائي الطلاب دين أتى بما يحقق للفرد وللجماعة الروح والبدن ما يتطلبه تماما. فالإسلام أتى بالماديات وأتى بالروحانيات، لكن العلمانية التي تنبثق من تعاليم الكنيسة تربط الإنسان بالجانب المادي فقط، وتنسى العلمانية الجوانب الروحانية. ولذلك قامت حاجزا بين عالمي الروح، بمعنى أن الأديان أو العبادات في جانب ومتطلبات المادة في جانب آخر. أيضا من بين أسس تلك العلمانية فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي. تريد أن تقول إن الدين لا يصلح أن يكون في محك السياسة، وأن المرء لابد أن يعيش حياته ماديا بعيدا عن إقحام الدين في السياسة. هذا ما ترن إليه أو ما تتكون به إحدى دعائم العلمانية. أيضا الدعامة الثالثة أو الأساس الثالث، تطبيق مبدأ النفعية البراجماتية على كل شيء. هذا المبدأ مبدأ غربي يقوم على أن الإنسان يسعى إلى منفعته أيا كانت وبأي وسيلة بعيدا عن الدين ومقررات التشريع. هذه النقطة تشير إلى فصل الإنسان أيضا عن واقع مقررات الحياة ومقررات الدين. أيضا من أهم أسس العلمانية الاعتماد على مبدأ الميكافيلية في فلسفة الحكم والسياسة والأخلاق. والميكافيلية مبدأ نشأ عن طريق ميكافيلي المفكر الإيطالي الشهير، الذي ألف كتابا سماه الأمير ووضع فيه هذا المبدأ، واعتمد في هذا المبدأ أو أقام هذا المبدأ على قاعدة، ألا وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى أن المرء له أن يفعل ما يشاء ما دام يتوافق مع مادياته وأهوائه. أخيرا من أهم أسس العلمانية، إنها تريد أن تنشر الفوضى والإباحية الأخلاقية وتهدم كيان الأسرة، وهذا ما نجحت فيه تماما في المجتمع الأوروبي. لذلك رأينا أوروبا تئن من وطأة العلمانية، واكتوت بنيرانها وهي التي أنشأتها وأسستها. ولذلك لما وجدت فيها الدمار كله أرادت أن توظفها في أهدافها الاستعمارية في عالمنا الإسلامي، لتنشر الفوضى والإباحية الأخلاقية وتهدم الأسرة، وهذا ما نجحت فيه تماما. ولذلك أعزائي الطلاب، أبناء الأعزاء، نريد أن نحذر أبناءنا ونحذر مجتمعاتنا ونبين مخاطر العلمانية، وذلك في هذه الوحدات التي ستحمل بقية معانيها الشرائح التالية.